سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آنفي السوريين للسوريين. مرحبا. تقريباً ما في مدينة سورية ما أخذت نصيبها من التدمير والتخريب اللي طال البنية التحتية بمختلف مرافقها، نتيجة قصف النظام والعمليات العسكرية أو نتيجة المعارك العنيفة اللي دارت بين القوى والتنظيمات المتصارعة بسوريا. بس بنفس الوقت ما في مدينة ولا منطقة ولا ناحية ولا حتى قرية سورية ما قامت فيها مجموعة تشتغل لصالح البلد وأهل البلد. هدول اللي نحن مندور عليهم لنحكي عنهم، لأنه هدول هنن السوريين لبعض. القنيطرة مثل باقي المدن السورية يلي كان لها نصيب بالتخريب على مدى عدة سنوات، والتخريب واضح بتضرر شبكة التيار الكهربائي وانقطاع الكهرباء عن معظم قرى وبلدات القنيطرة. هذا الشيء طبعا جر تأثيرات سلبية ثانية على حياة الناس اليومية، مثل توقف ضخ المياه من الآبار لشبكات المي العامة، يعني ارتباط وجود المي بوجود الكهرباء. هذا الشيء دفع عدد من المجالس المحلية بالقنيطرة لمحاولة إيجاد وسائل بديلة لحل المشكلة، بس بسبب عدم توفر الدعم والتمويل ما كانت هالأفكار تنجح أو تتحول لمشاريع على أرض الواقع، لحتى بلش التعاون بين المجالس المحلية ومشروع سوريا للخدمات الأساسية يلي بتقدم بالعادة الخدمات الضرورية وبتهتم بإصلاح البنى المختلفة اللي تعرضت لأضرار كبيرة. الفكرة كانت جر المياه باستخدام الطاقة البديلة، يعني إيجاد مصدر تاني للطاقة غير الكهرباء لضخ المياه من الآبار للشبكات. المصدر هو الطاقة الشمسية. بلش الشغل بوضع دراسات ميدانية مبدئية لتغذية مجموعة من القرى. هالدراسة تم إعدادها من قبل المجلس المحلي لتجمع قرى سويسي عن طريق مكتب المشاريع. وبعد مرحلة الدراسة الميدانية وتأمين دعم المشروع عن طريق سوريا للخدمات الأساسية، وصل المشروع لمرحلة التنفيذ. تم شراء المواد الأولية اللازمة من ألواح طاقة شمسية ورافع جهد وتوصيلات كهربائية وحديد وشمينتو ورمل ومي وغيره من المواد الأولية. بعدين تجهيز المكان اللي رح يصير فيه المشروع. وتركبت ألواح الطاقة الشمسية، بعدين بلشت مرحلة التشغيل التجريبي لضخ المياه باستخدام الطاقة الشمسية. ولأنه القائمين على المشروع والعاملين فيه اشتغلوا من قلبهم وبكل أمانة وصدق، كانت النتيجة بعد انتهاء الفترة التجريبية هو نجاح المشروع وتحقيق الهدف منه وتأمين المي بشكل أسبوعي بإشراف المجلس المحلي، وعدم ارتباط وجود المي بوجود الكهرباء. هذا من جهة. من جهة تانية تخفيض تكاليف المي على أهالي المنطقة. المشروع تزود بحوالي 408 ألواح للطاقة الشمسية بأمن حوالي 320 واط. هاي الطاقة بتقدر تشغل مضختين أفقيتين وبيرين بسعة إنتاجية 100 متر مكعب بالساعة. هاي الكمية بتتوزع على حوالي 7 قرى تابعة لتجمع سويسي بالضخ المباشر، وخمس قرى تانية بشكل غير مباشر عن طريق الصهريج. هذا المشروع كان أول مشروع لضخ المياه باستخدام الطاقة الشمسية بمدينة القنيطرة بالتعاون بين المجلس المحلي ومشروع سوريا للخدمات الأساسية. ونظرا لنجاحه استفاد الأهالي منه، ومنتمنى ما يكون هذا هو الأخير أو الوحيد. وقبل ما نختم فقرتنا بدي نوه أنه مصدر معلوماتنا لليوم هو موقع مبادر، يلي هو بدوره عبارة عن مجموعة من المبادرين يلي بيجسدوا حالة السوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آنفي السوريين للسوريين.